تحفة فنية لم يغيرها الزمن، وبنيان متماسك، وبلدة محافظة على قرابة 3% من الموروث التاريخي في فلسطين. هي البلدة القديمة في الظاهرية بماضيها العريق منذ الكنعانيين وحتى الآن، تروي قصة أخرى من قصص فلسطين محفورة في الحجارة والأبنية والحقب الزمنية المتراكمة في هذه البلدة على مر العصور. بنيت على أنقاض بلدة قديمة كنعانية متجذرة في التاريخ، عمرها تقريبا من حوالي 5500 سنة. هذه المدينة اللي هي كانت تعرف باسم دوهر. البلدة القديمة هي مجموعة من التراث المعماري والوطني والإنساني اللي وكنز من الكنوز الموجودة بالظاهرية. هي بيوت الآباء وبيوت الأجداد اللي عاشوا هون قبل مئات السنين، بتحمل طابع خاص بتحسسنا يعني إنه إحنا موجودين بين أجدادنا اللي وآبائنا اللي نقلونا رواية الأجداد. طبعاً روايات كثيرة بالبلد القديمة. تقع البلدة القديمة في الظاهرية جنوب مدينة الخليل، وتبعد عنها 20 كيلومتر على الطريق الواصل إلى بئر السبع. وكانت البلدة قديماً تعرف باسم دوهر، والذي كان يعني البريد، فقد كان لموقعها أهمية بالغة، فهي تقع على ممر تجاري مهم جداً. طريق تجاري اللي هو كان يربط مدينة بئر السبع وكان مدينة بئر السبع بمدينة الخليل، وهذا أعطاها أهمية كبيرة جداً. مما زاد من هذه الأهمية طبعاً اللي هو تعاقب الحضارات المختلفة عليها، وخاصة اللي هو ما تروي كثير من الروايات وتؤكده مرور سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام من الظهرية، وخاصة في منطقة الجنوبية من الظهرية واللي هي منطقة سهلة تعرف باسم وادي الخليل. اسم الظهرية يمكن أجا من موقعها اللي بعتبره أنا موجودة على منطقة مرتفعة، وهي منطقة ظاهرة، وبالتالي يمكن يكون التسمية، وفي بعض التفسيرات بتحكي عن أنه تسمية الظهرية هي المنطقة الظاهرة، لأنه من كل الجهات الظهرية يعني على رأس منطقة مرتفعة. موقعها أيضا على الطريق الرابط بين منطقة النقب ومنطقة الخليل والقدس ساعد على تواجد السكان فيها. ايضا طبيعه اراضيها اللي هي يعني فيها اراضي سهله الزراعه، وفيها اراضي رعويه، منطقه جبليه ومنطقه سهليه، الجانبين ساعدوا على توطن الناس فيها ويعني نموها وتطورها. وما يميز البلده القديمه في الظهريه التواجد السكاني المتواصل داخلها منذ آلاف السنين، فقد تعاقبت عليها حضارات وأقوام ما زالت آثارهم شاهدة حتى اليوم. الكنعانيين اللي هو سكنوا الظهرية اللي هو تقريبا حوالي في حدود حوالي 5500 قبل الميلاد الآن، ثم جاءت حضارات مختلفة، الرومان ثم البيزنطيين ثم العهد الإسلامي ثم المماليك ثم اللي هو آخر شيء اللي هو كان عهد العثماني، وجميعهم اللي هو تركوا بصمة، تركوا آثارهم وموروثاتهم التاريخية في هذه المنطقة. وكل الحقب الزمنية مثل الرومان موجود لهم آثار كما ذكرت في البلد القديمة هان، وموجود في أماكن أخرى زي مثلا عناب الكبير اللي هو بعض الكنائس اللي هي تدل على الحقب الرومانية في المنطقة. العهد البيزنطي أيضا موجود اللي هو بتراثهم، خاصة في فترة زمنية ما قبل النمط المعماري الحديث الموجود اليوم، كانوا كلهم في مغائر، كانوا يسكنوا في مغائر، وبالتالي الموروثات التاريخية أو ما عثر عليه من مخلفات اللي هي تدلل على وجود تعاقب الحضارات المختلفة سواء كان من العهد الروماني أو البيزنطي أو اللي هو الإسلامي.
البلدة القديمة تتميز بالتراث اللي فيها، التاريخ، الأماكن اللي هي مثل الخوخة، مثل القسرية، الأبنية القديمة اللي إلها فيها يوجد أكثر من 200-300 بناية قديمة يزيد عمرها عن يمكن بقارب 1500 سنة. البلدة القديمة في الظهرية لها امتداد أثري، ولكن البلدة القديمة حالياً في الظهرية اللي احنا موجودين فيها هي مجموعة من المباني التراثية، مع أنه في بعض المباني تعتبر مباني أثرية مثل مبنى الحسن الروماني القديم واللي عمره بتجاوز 2200 عام، ولكن المباني هاي تعتبر مباني تراثية وعمرها يعني لا يتجاوز من 120 ل 150 عام. يتواجد في البلدة القديمة قرابة 1000 بناء تاريخي، من أهمها الحصن الذي كان قلعة حصينة في زمن الرومان، وأضاف عليه الظاهر بيبرس بعض التحصينات للتصدي للصليبيين. وكذلك بناء ما يعرف بالخوخة، وهو طراز معماري عثماني كان مقرا حكوميا مهما لمنطقة الجنوب، وهذا الطابع العمراني العثماني غالب على أكثر أبنية البلدة القديمة بطريقة بنائه المميزة. استخدمت فيها مواد أولية طبيعية متوفرة في الجوار، سواء كان الحجر الطبيعي اللي موجود بالأرض، سواء كان الشيد اللي مستخرج أيضا من نفس الحجارة، أو الطين اللي يستعمل التراب لعمله. هاي المباني إذا بتدخل في داخلها بتحس بنوع من الراحة، لأنه هاي المباني المواد تعتبر مواد عازلة للحرارة في الصيف وعازلة للبرودة في الشتاء. بنيت من مواد أساسية اللي هو استخدم فيها الحجارة، وهذه الحجارة اللي كان يتم عملية قطعها من المناطق الجبلية وبأدوات بدائية وتقليدية، أي الفأس أو الأزميل أو حتى استخدم البارود فيما بعد. والمادة الثانية المستخدمة اللي هو مادة الشيد واللي كان يتم تصنيعه، طبعا ما كانش فيه اللي هو الإسمنت موجود اليوم، كان فيه الشيد واللي كان يتم تصنيعه محليا ويدويا من خلال عملية اللي هو عمل أكواخ من الحجارة، ويتم إشعال النار فيها لمدة يومين أو ثلاث، كانت تتعاون كل القرية في عملية اللي هو إيقاد النار حتى يتفتت الحجارة، تتفتت وتصبح شيد. السكن على طريقة الأحواش هي السمة البارزة في البلدة القديمة، فكانت العائلة الممتدة تعيش ضمن حوش واحد، وبتلاصق هذه المباني تظهر الألفة والمحبة التي كانت منتشرة بين أهالي البلدة القديمة. هذا الحوش اللي هو يعرف باسم حوش الصبار، اللي هو العائلة يعني عائلة أحد عائلات الهوارين أو فخذ من أفخاذ الهوارين هو عائلة الصبار، كانوا كلهم يسكنوا في هذا الحوش. اللي هو أنت بتلاحظ اللي هو النمط اللي هو البناء اللي هو الأقواس خاصة في الطوابق السفلية، مكون من عدة غرف، كل غرفة كانت لأحد الأشخاص من هذه العائلة اللي هي عائلة الصبار، وكلهم كانوا يعيشوا في هذا المكان الضيق. طبعا الأسفل تحت اللي هو فيه مغائر، والمغائر هذه كانت تستخدم للحيوانات، وكانت تستخدم لمخازن لاحتياجاتهم كالتبن أو القمح أو غيرها. طبعا لما
توسعت الناس وتمدنت الناس، خرجوا من هذا المكان، وبالتالي بقي هذا المكان شاهد عيان على هذا الحوش. الناس كانوا عايشين في البلد القديم بطريقة البساطة والتعاون مع بعضهم البعض، في حالة لما كانوا بدهم يبنوا بناية، واحد بده يبنوا له عقد، واحد بده يبنوا له سكن غرفة عريشة، كانوا كل أهل البلد والجيران يتعاونوا مع بعضهم البعض على إتمام هذا العمل وبناء هذا العمل. طبيعة الأحواش الموجودة فيها كان يدل على أنه الناس كانت تعيش في تقارب، وفي يعني في نوع من الود وفي نوع من التفاهم بين هاي العائلات. حتى العائلات الصغيرة كانت تعيش في أحواش، والعائلات المختلفة كانت تعيش متقاربة من بعضها، وهذا مدل على شيء بدل على أنه كان في كثير من الود والاحترام والتفاهم والبساطة في المعيشة، يمكن كانت كمان سبب من هاي الأسباب اللي خلت الناس يكونوا بهاي الطبيعة البسيطة، الطبيعة الزراعية اللي يعني تتميز فيها معظم القرى والقرب الفلسطينية. عايشين بقت ولا دار برا، اللي هي البقعة القديمة. الحين اللي صارت الدنيا طوفان، اللي بقينا كنا في البلد القديم. يعني الواحد يطلع الدار على الدار ما نعرفش، يعني برا تلقى غيرها لبوم والعصافير. الحين يروح من الوادي الخليل للقرزة لعناب الكبير لواد علي، بقتش ولا دار إلا الدار القديمة. لا حطوش لا بطون ولا حاجة، هذول اللي بقين الدور زي هذول يمسوهن بتراب ويحطوا نتج ويمسوا تراب ويحطوا عليه سيد ويعقدوا. طيب بتعيش دار بطون 90 سنة؟ هذي في 90 سنة وقفة ولا 100؟ شهدت البلدة القديمة على كثير من الأحداث التاريخية، ولعل أواخر الفترة العثمانية أهم مراحلها، فقد كانت مقراً لقائد عثماني بارز. وأثناء الحرب العالمية الأولى تعرضت إلى قصف بريطاني وهدم جزء من البلدة القديمة. فوزي باشا يعني كان يعني له مركز كقيادي للدولة العثمانية في تلك الفترة، وبعد ما يعني كان له شبه مقر دائم في الظهرية. من جملة الأبنية والأماكن اللي هي كانت موجودة في البلد القديمة، على سبيل المثال هذا اللي هو يسمى الخوخة كان مقر له. المبنى هذا اللي هو يسمى الخوخة كان مقر لهم. أماكن لجمع الحبوب كانوا يأخذوا، اللي هي تجمع الضرائب، الدولة التركية العثمانية تجمع الضرائب من المواطنين على أساس أنه تموين جيوشها وحاجاتهم من فكانوا حبوب. هذا المبنى اللي هو مهدود، هذا المردوم، هذا كان حاصل مخزن لهم للحبوب لتموين الجيش العثماني. وهذا المبنى اللي خلفنا، وهذا مبنى مملوك لعائلة الطل، في موجود جامع الطلول بسموه، اللي كان مثل الديوان يضم العائلة ويعني تجتمعوا فيه أفراد العائلة. في قصة أنا يعني سمعت عن هذا المبنى، أنه في سنة 1914 أثناء الحرب العالمية الأولى اللي كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، استخدم من قبل أحد القادة العثمانيين اللي هو فوزي باشا كان اسمه، استخدمها كمقر عسكري، وقصف من قبل الإنجليز، وقتل مجموعة من أهالي البلدة بسبب قصف هذا المكان.
في فترة الانتداب البريطاني بالأخص في عام 36 كمان كانت الظهرية حاضرة على صعيد الثوار وعلى صعيد المقاومة المسلحة. كان في سجن طبعا قريب علينا اللي هو سجن في المقاطعة ومن أقدم السجون اللي استخدمتها بريطانيا واستخدمتها تركيا واستخدمتها الأردن وإسرائيل، ثم بعد ذلك انتقل للسلطة الوطنية الفلسطينية. فكان معظم الثوار في فلسطين اللي بيتم إلقاء القبض عليهم يجيبوهم على منطقة البلد القديمة وعلى سجن الظهرية سجن المقاطعة ويسجنوا بهذا السجن، منهم ما يتم ترحيلهم من السجون الأخرى ومنهم كمان من اللي كان يتم إعدامهم بهذا السجن. البلدة القديمة كانت حاضنة للثوار بالأخص مناطق الجنوب، لأنه البلدة القديمة أو الظهرية على مر العصور هي منطقة رابطة ما بين مناطق الجنوب اللي هو بئر سبع وقطاع غزة ومناطق الشمال، فكانت هي محطة للتنقل على مر العصور. وكانت البلدة القديمة في فترة إنشائها كمان حاضنة للثوار وحاضمة للمقاومة في فترة الانتداب البريطاني وفي فترة كمان مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في بداياته عام 67. البلدة القديمة ومن خلال مبادرات شبابية وبالتعاون مع البلدية وبدعم من عدة مؤسسات استطاعوا أن يرمموا جزءا كبيرا من البلدة، كان خاويا يوما وعاد من جديد حيا. ولم يكتفي أهالي الظهرية بهذه المبادرات لترميم البلدة القديمة، وإنما بدأوا في إحياء البلدة من خلال افتتاح بعض المحلات وإنشاء إذاعة صوت الجنوب والتي تبث من البلدة القديمة في الظهرية ويسمع أثيرها معظم القرى والتجمعات البدوية المحيطة. من البدايات كان هدفي انه يعني اجعل الاذاعه في البلد القديمه هي اذاعه صوت الجنوب، بكل تاكيد كان بخاطري اني اضع لمسي كمان في دب الحياه في البلد القديمه. فانا تقريبا من سنه او سنه ونص يعني انتقل مبنانا وانتقلت مكاتبنا لمنطقه البلد القديمه بسبب قربها من المؤسسات يعني كمان المساعده في دب الحياه في البلد القديمه، وفعلا يعني نجحنا في زياده سواء نسبه الاستماع او زياده نسبه جذب الناس سواء على صعيد الزوار اللي بيجوا على البلد القديمة أو المسؤولين اللي بيجوا على البلد القديمة. كمان سهلنا على الناس إنه نكون إحنا يعني حلقة وصل ما بين المؤسسات الموجودة حوالينا وكمان ما بين الناس اللي بيجوا لحتى يستفيدوا من خلال هاي المؤسسات. بكل تأكيد يعني المشروع نجح بشكل كبير جدا في لحظة يعني وجودنا في البلد القديمة. أنا كشاب كمان وإحنا مجموعة من الشباب نشتغل في الإذاعة كمان يعني ضمن أهدافنا واستراتيجياتنا إنه يعني زيادة نسبة الزيارة للبلد القديمة سواء من خلال الناس من خلال الزوار، وإنه تكون منطقة البلد القديمة مش بس والله اسم يعني موجود، كمان تكون منطقة سياحية جاذبة مش على مستوى الظهرية على مستوى فلسطين. والحمد لله رب العالمين بدأنا بتحقيق هذا الهدف يعني شوي شوي. الثقافة في بلدة الظهرية لتقبل مثل هذه الموروثات يمكن مختلفة عن باقي المناطق المجاورة لنا، اللي هو إنه ثقافة الناس كانت إزالة هذه المباني والبناء على موقعها. احنا عندنا بقوا محافظين على الجزء الاكبر منها، يمكن اذا بتلاحظ انه المناطق اللي صار فيها اعتداء مباني حديثه على المباني الاثريه تكاد تذكر على اصابع اليد، يعني بمعنى انه في ثقافه اللي هو الحفاظ على الموروثات التاريخيه. انتقال السكان من بلد القديمه باتجاه المناطق الاخرى او السكن اللي هو كانت يعني ليست من فتره بعيده جدا، كانت من فتره قريبه بحيث انه بعد امتداد العائلات انتقلوا لمناطق بعيده وبقيت الاماكن كما هي. بقينا في حوش واحد كنا يا الكبار، يوم انهم صار الشغل وخش السبع وصارت الناس تشتغل كنا تروحنا ظلينا يا العشب. ما ظلش الا احنا زي بس احد يوم قال لنا القوي حد والتالف ظل مطرح، غير احنا يا الكبار في القديم. ومع التقدم التكنولوجي اختفت كثير من العادات التي كانت منتشرة في البلدة القديمة ولم يبقى إلا القليل منها، فخروج غالبية السكان من البلدة القديمة جعلها تفقد جزءا مهما من تقاليدها القديمة. جذور العادات يعني الأهالي الظهرية هي جذور ممتدة قديما، لازالت النمط العائلي موجود، نمط التقارب العائلي موجود، بعض العادات في الافراح والاتراح لا زالت موجوده، في مثلا في الاعراس
يعني كل العائلات تشارك في الأعراس، في الأتراح وفي حالات المياتم اللي احنا بنسميها برضو كل العائلات تشارك بعضها البعض في عملية المواساة، وبالتالي يعني هذا امتداد لجذور العادات القديمة اللي كانت موجودة في يوم الأيام في الظهرية. التراث المعماري الموجود في البلدة القديمة يعد وثيقة تاريخية بما يحمل من قصص وروايات عن الأزمنة الماضية، يحتاج إلى المحافظة عليه واستكمال ترميمه ليكون شاهداً على مر العصور السابقة والقادمة على جزء مهم من تاريخ فلسطين. وجود البلدات القديمة أو وجود هذه الموروثات التاريخية اللي هي دلالة على تعمق وتجذر الفلسطينيين في أرضهم، وهذا ينفي ويتنافى مع كل الأكاذيب وكل الأهزوجات التي يروجها الإسرائيليين والصهاينة حول حقيقتهم بفلسطين، فنحن متجذرون وأسبق منهم في الوجود، وبالتالي كل تراثنا وكل ما نرتبط به هو دليل واضح على أنه إحنا حق وأنه إحنا سكان هذه البلاد الأصليين وليس هم كما يدعون بأنه إحنا الغرباء على هذه الأرض. وهي المباني بنيت بأيدي فلسطينيين، وهذا التراث تراث المعماري هو تراث معماري فلسطيني موروث من التراث المعماري الإسلامي، وإذا يعني بتشاهد هاي المباني بتجد فيها إنه في طابع البنى الإسلامي اللي هو بنى الأقواس والنمط المعماري الإسلامي موجود في كل زاوية في كل واجهة من واجهات هاي المباني، وهذا ندل على شيء بدل على إنه يعني هاي تثبت حقيقة تثبت أن أصحاب هذه الأرض هم فلسطينيين قبل مئات السنين بل آلاف السنين. أبانا وأجدادنا خلقنا هنا ونعرف ما نعلمه من التاريخ سنوات قديمة، يعني أن هذه البلاد وهذه الأرض وهذه البلد وهذه الأبنية هي ملك للشعب الفلسطيني. بكل تأكيد من الواجب علينا جميعا كمؤسسات كأفراد كأهالي الحفاظ على هذا الإرث التاريخي طبعا اللي أوجدوه أجدادنا، وبكل تأكيد في هناك أكثر من طريقة للحفاظ على هذا الإرث التاريخي، منه أو أهمه طبعا اللي هو تكثيف مشاريع البناء والترميم في البلدة القديمة بين الفترة والأخرى، ليس مرة واحدة فقط، إيجاد مشاريع تنموية أيضا على صعيد المؤسسات التي تعمل في البلدة القديمة وجذب مزيد من المشاريع التنموية سواء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، إيجاد مثلا مثل مكتب العمل، توسيع رقعة مكتب الداخلية وصلاحياته، تكبير المحكمة الشرعية، وإيجاد مؤسسات خدماتية أخرى تجذب الناس وتجذب السكان إلى البلدة القديمة، وبالتالي يكون في هناك حياة بشكل مستمر في البلدة القديمة. وأنا بتمنى إنها تظل موجودة ونحافظ عليها والجيل اللي خلق قاعد يحافظ عليه. وستبقى البلدة القديمة في الظهرية حصناً منيعاً كما كانت زمن الظهر ببرس، تحمل داخل جدرانها قصة أخرى عن فلسطين مرت عليها حقب زمنية وغزاة رحلوا، وبقيت هي شامخة شهيدة على تجذر الفلسطيني فوق هذه الأرض.